خليني اقول لك حاجه مهمه قوي يعني، ويمكن انتوا الكباتن عارفينها طبعا وعشتوا فيها. ممكن تكون لعيب كويس لكن لا تناسب اهلي والزمالك. برافو عليك. ليه؟ وده وارد وبيحصل. لا، شخصيه. شخصيه هنا مثلا بنلاقي لعيبه كويسه على الاهلي والزمالك. الاختيار مثلا دي مهمه جدا. انا لما اجي اختار لاعب، في لاعب حتى اختار مدرب، خلي بالك ان في مدربين انديه متوسطه ومدربين انديه كبيره. الانديه المتوسطه اللي هي المدرب اللي بيعمل ريسك وبيشتغل فيها وبيعمل هينجح فيها. هينجح فيها. لكن الانديه الكبيره مش محتاجه الا المدرب العقلاني اللي بيعرف يفكر، خبراته عاليه طبعا، اللي بيعرف يختار جداً. عيني كويسه يا كابتن ربيع، بيعرف يختار اللعيبه بشكل جيد جدا. لانك انت احيانا بتختار لاعبين ممكن يبدو ليك انت كمتفرج عادي ان اللاعب ده مهاري قوي لكن لا يناسب نادي كبير. انا عاوز اقول صح، انا عاوز اقول نقطه عادل معلش يعني. هل من ال 30 لعيب في نادي الزمالك 30 لعيب وفريق 97 فيه 30 لعيب، 30 و30 60 لعيب كلهم هيطلعوا وحشين يا جماعه؟ طب كابتن معلش، القدرات بتبان للكابتن جوهري. لما اقول حاجه، لما راح نادي الزمالك الكابتن جوهري، لانه الكابتن الجوهري حجم الجوهري. بص يا كابتن، الانديه الكبيره لازم تجيب لها مدربين كبار جدا جدا في الخبرات والفنيات والشغل والشخصيه والقوه العصبي، واخد بالك؟ طبعا. طب معلش كابتن، ما السؤال بقى ما يفرق، ما هو الفرق ما بين كفر حسام البدري ووجود مدربين موجود في الدوري الممتاز؟ الاستقرار الاهلي بس، الاداره فقط، دي اهم نقطه بس. يعني انت دلوقتي كل واحد يجاوب على السؤال ده، كل واحد خبرات حسام البدري، خبراته الكبيره قوي اللي هي عدى في افريقيا وعدى في الدوري وراح احترف بره ورجع، عنده من العين وكل الكلام اللي قالوا عليه ده من العين، والقدرات والمهارات وكل حاجه. ما زياده بقى على اللي انت قلته اللي هو الاداره والكيان والمبادئ دي اللي هم موفرين له جميع اللعيبه اللي موجوده واحسن لعيبه موجوده. انا عاوز اقول نقطه. اتفضل. اول حاجه في منظومه النادي الاهلي يا كابتن انك انت بتشتري احسن لعيبه في مصر. ايوه. رقم واحد اللي ينجح مع المدرب. مفيش مدرب في تاريخ النادي الاهلي يا كابتن فاروق ما نجحش. جريده مشي اللي قلنا عليه فاشل، خد بطولتين وماشي. ادي واحد. اتنين، ان عندك اداره غير عاديه، اداره رقم واحد في مصر برضه. خلي بالك في تاريخ النادي الاهلي، بص الادارات عامله ازاي وشغلها ونظامها ازاي والسيستم اللي ماشي والاجواء اللي بيهيئوها لاي مدير فني موجود. ثلاثة، الجمهور ما بقاش له فاضي كبير في الدقيقه 6 والدقيقه 7 دلوقتي بقى ضالع في مكسب ومؤازره الفريق. مظبوط. اربعه، ان النادي الاهلي بيصنع مدربين. صنع حسام البدري. حسام البدري دلوقتي احسن مدرب حاليا في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم النادي الاهلي، حسام البدري عنده فنيات، عنده خبرات، عنده طبعا. بس النادي الاهلي خلي بالك، اللي بيدخل النادي الاهلي ما بيعملش، الاهلي اللي بيعمل اضافه، مع احترامي الشديد. انا لو دخلت النادي هيصنعني يا محمد. أكيد وانت وكذا وعادل، اعتقد الكلام ده واقعي وفني وده صح. اتفضل يا كابتن عادل. يا بخت المدرب اللي بيشتغل في النادي الاهلي. ليه؟ اهم عنصر للمدرب في اي نادي وفي اي فرقه يمسكها الاستقرار، اللي هو اديك المهمه وما تدخلش في شغلك. النادي الاهلي بيعمل ايه؟ لو عقدك يوم 29/7 30/7 29/6 عقدك بينتهي السنه اللي جايه، بيقول لك انت عملت ايه؟ وريني. ده رقم واحد. ما بيتدخلش الاداره بتاعت النادي الاهلي، ما تتدخلش الا في الاول. حاجه تانية مهمه، انت ليه ما بنسالش نفسنا ان الاداء المميز بتاع النادي الاهلي الخمس اسابيع اللي فاتوا، الخمس مباريات الاخيره، هو النادي الاهلي عمل ثلاث مباريات ورا بعض كويسين، وبعدين وقع ثلاث مباريات منهم طنطا تعادل ومش عارف اتغلب مباراه، وبعدين رجع الاستقرار. حاجه مهمه جدا التناغم. طب كابتن قبل ما اقطع كلام، يعني الامور ما فتحتش، ده رجع سريع النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره، عشان ده نادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما خسر مباراتين يا محمد ورا بعض. صحيح. عمره ما يخسر مباراتين نادرا. والحاجه الثانيه، انت بتتكلم في كل حاجه انت عايزها بتجيلك. فوق كل ده كابتن حسام البدري اشتغل مع من افضل المدربين اللي جم في مصر، مانويل جوزيه ده رقم واحد. كابتن حسام البدري خد الفرصه كتير، عادي خد الفرصه ثلاث مرات. لا كتير في النادي الاهلي يعني، مثلا معلش بقطعك. أيوة. انا اعمل لك اضافه، حسام البدري انا قلت احسن مدرب حاليا في مصر. بس النادي الاهلي اداله كام يوم وكام اسبوع وكام شهر وكام سنه فرصه. تمام. احسبها بالورقه طبعا يا كابتن. بس يعني احنا في الاخر اقدر اقول لك انه المنظومه المتكامله في كره القدم
القريبه من الانديه العالميه، يمكن تقدر اقول لك ان دخلت كمان وباعتراف المدربين منهم الكابتن حلمي طولان، النادي الوحيد اللي دخل في حته الاحتراف الحقيقي هو النادي الاهلي، دي حقيقه. الحاجه الثانيه بقى المهمه، ما ينفعش حد في اداره النادي الاهلي ان ممكن يتكلم مع العالم. انت فاهم؟ ودي مهمه جدا. في انديه مش هسمي اسمائها ممكن اللاعب ما يلعبش مع مدربه، يروح يكلم مجلس اداره، مجلس اداره يكلم المدرب، بيبقى هنا في شوشره. النادي الاهلي لا. النادي الاهلي تضرر يا كابتن. النادي الاهلي لا. مدير وفي الوقت الحالي مدير او المدير الفني وبعد كده مدير الكوره، يعني الامور بتبقى موجوده في الجهاز نفسه، ثم بقى ما فيش خالص كابتن. عاوز تتكلم على استقرار الكوره كمان على راس النادي واحد زي محمود الخطيب. صحيح. انت فاهمني كابتن؟ محمود الخطيب على راس كان لاعب تميز، بيفهم ايه المواضيع، هو مش هيتدخل وما بيتدخلش، بس وجوده رقابه طبعا. انت فاهم؟ وجوده بس رقابه مع كابتن زيزو في لجنه الكوره حاجه كبيره، شان كبير. كابتن علاء عبد الصادق حاجه كبيره في الكوره. تقدر اقول لك انه النادي الاهلي في الوقت الحالي يعني الوظيفه الجديده بتاعت الكابتن عبد العزيز عبد الشافعي المدير الرياضي، المدير الرياضي دي في البايرن وفي ريال مدريد وفي اسا وفي برشلونه، يعني انت دخلت في منطقه ثانيه. طب تفكر هتطور الاداره عندك ازاي في سبيل ان انت عايز تخش الجزء الاحترافي اكتر من ان انت كنت. لا وبص، مين اللي خد المنصب ده؟ خلي بالك مين اللي خد المنصب ده؟ زي ريال مدريد لما ياخدوا فيلدانو، زي مش عارف برشلونه ياخدوا مين، فيجو ياخدوا في الريال. فانت دلوقتي تجيب الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مثلا، حاجه نجم كبير في النادي الاهلي، بيفهم في المواضيع وعارف المواضيع وكان مدرب وكان ومصدر ثقة كبيرة كمان وبيفهم. لا خلي بالك وبيفهم، دي مهمة جدا. الاهلي ما بيطلع التقرير ده كابتن. اتفضل. لا كابتن اتفضل قبل ما اطلع. الاهلي ما بيضحكش، فيه نقطة مهمة جدا من فضل الله علينا، ان الاهلي ما بيضحكش عليه لا في المدربين ولا في اللعيبة. خلي بالك. صح. الايام دي في اندية بيضحك عليها في لعيبة ومدربين. انا بتكلم بيرد الله وفنيات وبصدق وبامان، واعتقد ان الكلام ده كله موجود. وبيدني في شريف، شريف قال لي مدير كوره ثلاث ماتشات مش سنتين. سنتين معناها ان انا بهرج بعمل، قال بواقعيه وبصح ثلاث ماتشات. صحيح. انا قلت لكم على الراجل اللي اسمه مكيده ده، انا وربيع مش قاعدين نتكلم عنه بقالنا فتره. صح. ما ينفعش. لا كان شغال في السعوديه عشان تعرف هو هم اقول لك هم جابوا لي يا كابتن كنادي اتحاد ان هم واخدين عليه واخد عليه. هم الانديه دي كلها بتغير. انا عايز بس ازود عليكم حته سريعا، بس انه حسام بدري بقى احسن مدرب في افريقيا مش في مصر بس، وفي الوطن العربي، لان انا مش شايف اي شكل غير بفعلا كل اللي انتوا قلتوا عليه بالنادي الاهلي بيعمله المدربين، وهو الشكل القيادي والشخصيه بتاعته بتؤهله ان هو لو النادي الاهلي يا كابتن كان اخذ بطوله موجوده في افريقيا ويقدر يمسك منتخبات على فكره. لو كان اخذ النادي الاهلي بطوله افريقيا كانت فرقت معاه في حته الترشيح للانديه. بقول لك ده بقى مؤهل دلوقتي. انا نادر حنقل لحسام البدري من نادي لنادي، ما ينفع. انا برشحه من طيب. نادي لمنتخب. نروح نشوف طيب جمهور النادي الاهلي بيتكلم على كابتن حسام البدري وتقييمه ليه كابتن حسام البدري في هذا التقرير. تحية الكابتن حسام البدري ومجلس الإدارة الجديد بقيادة الكابتن محمود الخطيب. فالكابتن حسام البدري في ظل الإصابات الكثيرة والإعارات اللي طلعت، لعبة كتير اللي اتخرجت دي حلوة، يعني لعبة كويسة كلها، لعبة أحسن لعبة في مصر. لكن رغم ذلك الكابتن حسام البدري سيطر على ذلك الموقف، وعنده لعبة كويسة حلوة وبيعرف يسيطر على اللعبة، وفي نفس الوقت هو شخصيته حلوة، واعتبره انا حاليا هو افضل مدرب في مصر. كابتن حسام البدري على المجهود العظيم اللي هو قدر يقوم بيه اللعيبه في الفتره الماضيه في عز الغيابات والاصابات اللي هي كانت حاصله، وبشكره جدا جدا وبقول له استمر على اللي انت فيه. اكيد ان هو معطله صعبه ان هو اللي بيعمله ده، ان في ناس عناصر قويه جدا من الاهلي زي مؤمن، زي متعب، زي سعد، زي الاصابات، زي ربيعه، زي كل دول قدر بيتعامل على الوضع اللي موجود بالرغم من الاصابات وبالرغم من الناس اللي مشيت، لان قدر ناجح في اداره النادي الاهلي وفي اداره المباريات، واحنا كلنا بنشكره على هذا العمل.
عايزه اقول لكابتن حسام ربنا يعينك ويوفقك، انت احسن مدير فني في مصر كلها، ربنا يعينك ويوفقك ان شاء الله. رغم الغيابات النادي الاهلي عنده البديل الكوف اللي هو بيوازي الغيابات، فانت ما عندكش غيابات، يعني عندك فريقين، لو تيم بالكامل الغياب في فريق تاني بيسد مكانه، والبديل زي الاساسي يعني. ودي طبعا ده شغل المدير الفني، مش هو اللي بيوصل اللعيبه لهذه المرحله يعني. والله انا شايف ان حسام البدري بخبرته في المرحلتين اللي قبل كده اللي مسك فيهم مع النادي الاهلي قدر يفهم اللاعب في النادي الاهلي كيفيه التعامل معاه، دي اديته خبره برده في ان هو يعمل موضوع الاحلال للعيبه الجداد مكان اللعيبه القديم مكان الصف القديم، يعملها بخبرته اللي فاتت دي السابقه، ان هو يعملها بدون ما يوقع الفريق او بدون ما ياثر على مستوى اداء الفريق. تقريبا احنا بنشوف الاهلي دلوقتي ما بيعتمدش على لاعب واحد، بقينا شايفين في اداء الاهلي شبه مش قريب طبعا شويه مع الفارق من اداء برشلونه اللي هو ما بيعتمدش على لعيب واحد راس حربه، كل الفريق تقريبا بيجيب اهداف. الاحلال والتبديل انا شايف ان هو اكتر حاجه نجح فيها حسام البدري الفتره دي اللي خلتنا ما نحسش ان في دروب زي ما كان بيحصل زمان لما بيبقى في لعيبه بتعتزل او لعيبه بتحترف ويجي لعيبه ثانيه مكانها.